السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي اي خط مثلا بقول لاين اهوت وعايز ابدا اقسمه اهوت، مثلا عايز اوزع في مثلا بلوكات معينه وعايز اوزع في اناره معينه او حاجه كده، فهاجي هنا في درو واقول له ديفايد ديفايد، بقول له قسم لي القطعه دي مثلا لخمس حتت ماشي، فاقول له قسم لي، فبيقول انت عايز تقسمهم خمس حتت يحط لي كل واحد فيهم بوينت ولا عايز تقسمهم بلوكات. طيب خلينا نجرب موضوع النقط، هقول له قسمهم لي 8 حتت فاعمل البوينت. لو البوينت طلع عندها صغيره بتيجي هنا يوتيليتي وتقول له بوينت ستايل وتختار الحجم اللي انت عايزه وتختار الشكل اللي انت عايزه. يعني ممكن نختار كده ونقول له دي مثلا خليها 5 تبقى بالشكل دوت. تمام. طيب دي طريقه. الطريقه الاخرى ان انا هاجي هنا في درو واقول له ديفايد واقول له انا عايز بلوكه ديت. تمام. هقول له انا عايز بلوك، فبيقول لي اكتب لي اسم البلوك، فهقول له اسم البلوك اهوت واقول له، فبيسألني عايز تلف البلوكة يعني كل ما الخط يلف او يغير المسار بتاعه يتغير ولا لأ زي ما انت عايز. عايزه كم مرة؟ مثلا 8. اه، فهتلاقيه وزع لي البلوكات زي ما انت شايف. يمكن ان انت ياخد نفس الخط، ناخد نفس الخط او يميل مع الخط زي ما تحب. طيب عايزين امر اخر، وهو ان انا عايز اوزع من خلال الميجر. ميجر بديله مسافه معينه هو يبدا يوزع عليه. يعني بقول له مثلا ايه، انا عايز مسافه معينه وكل من هنا لهنا مثلا، يبدا هو يوزع بالمسافه دي، تبقى المسافه بينهم ثابته. تمام. او اقول له بلوكه وهو يبدا يوزع البلوكه دي على المسافه اللي انا اخترتها.